الوطنية حول مدونة الصراع والطرق تحت شعار الحصيلة والأفق. لماذا تنظيم هذا الندوة في هذا الوقت هذا ولماذا هذا الشعار؟ أولا الندوة كتجي بأي بناء على أن وزارة النقل واللوجيستيك اليوم طلبت من المهنيين ديال النقل أنهم يمدوها بمقترح التعديلات على بعض المقتضيات المواد ديال مدونة السير اللي كيتبين للمهنيين أنها فيها اختلالات. هاد الطاولة وهاد الورشة المهمة جدا اللي غتبلور عدد من المخرجات التي ستفيد في مدونة السير إن شاء الله اللي غتكون جديدة وغتكون عليها واحد التعديلات مستقبلا. هاد الورشة ستدرس كل الفراغات ما بين السطور وكذلك الإدلاء بعدد من المقترحات المهمة، لأن المخرج ديال 2016 يعني 1614 ما كانش مهم جدا لا للمهنيين ولا للمواطنين ولا مستعمل الطريق وكذلك البنية التحتية. هناك فراغات تضع الجهات القضائية على الخصوص في حيص بيس والفتوى لعدم وجود القوانين يعني اللي هي فاصلة جدا. كذلك غادي تكون عدد من المخرجات نظرا للتطور والجديد اللي كاين في المركبات الجديده اللي غادي تدخل للساحه وراه بدات كتدخل، ودراسه عدد من التداخلات او المركبات اللي ما خصهاش تمشي على الطريق العمومي علميا وبغاو يفرضوها على الطريق العمومي مثلا، او عدد من المركبات لنقل البضائع اللي كتدخل بقوه مثلا في على الطريق العمومي وخصها قوانين ديالها وخصها اجراءات ديالها باش تكون أكثر قانونية وليس في تضارب مع القانون وخصوصا التأمين ووزارة المالية وكذلك الحقوق ديال المهنيين. شكرا. طاهر سعدون باحث في الشؤون القضائية المتعلقة بالمركبات والسلامة الطرقية.